تمكنت احدى الدوريات العامله بجهه المحرس، هي دوريه تابعه لمصلحه شرطه المرور، صبيحه اليوم من اشتباه في شاحنه، هي في الظاهر معناها شاحنه عاديه معده لنقلك الادباش المنزليه، لانه اثناء الرقابه فتن التعوان العاملين اشتبهوا في الصندوق الخلفي للشاحنه، لقاو معناها مبلغ مالي كما تراه عندنا 3 ساعات نحسبوا فيه بالاستعانه بالموظفين من البنك المركزي، من العثور على المبلغ المالي الكبير هذا اللي فيه عمله اجنبيه من فئه الدولار والاورو. العمله ذي تتمثل في عديد الاوراق من فئه 20 اورو، 50 اورو، 100 اورو، 200 اورو، 500 اورو، وكذلك من فئه الدولار. المبلغ هذا قاعدين نحسبه فيه بالاستعانه بموظفي البنك المركزي، وحسب المعاينه المبدئيه انه هي عمله معناها حقيقيه، في انتظار انه باش نقوموا بالتسخير اللازمه كما حسب ما يقولون الاعوان البنك المركزي، معناها يعني مبدئيا عمله يعني حقيقيه. المبلغ هذا كان مخبي باحكام داخل الكابين بتاع الشاحنه هذه، عامل دوبل كابين ما بين الكابين والكابين الثانيه، تم العثور على المبلغ هذا. لغه المليارات اورو ودولارات في بن قردان ومدنين وتطاوين، ما يمرش نهار وما تسمعش عليها اخبار، مطاردات ومحجوزات يوميه مثل هالعمليه. تم احباط كميه كبيره من العمله الصعبه من فئه الاورو والدولار، وكذلك كميه كبيره من الذهب الخالص عيار 24، وتندرج هذه العمليه في اطار غسيل الاموال والجريمه المنظمه. عندنا فرقه الابحاث وفرقه التوقي من الارهاب باقليم الحرس الوطني المدين بصدد التعمق والبحث ومواصله هذا القضيه، وان شاء الله حولها ان شاء الله نكشفها. الاطراف هذه لا بالفرار، لان هما على سيارات معناها رباعيه الدفع، معناها تم ترك السياره، وبالطبع حتى التضاريس الطبيعيه ما عادش اذا كان خذا عليك مسافه كبيره معناها ما عادش باش تخلط عليك. المهم القوا بالبضاعه ولازم الفرار. تهريب العمله مش في هياكل السيارات اكهو، وانما ايضا في حوالات منزليه، تسلم في طرابلس وتستلم في تونس، فلوس متحركة وبنوك متنقلة، تسمع عليها وما تشوفهاش.